الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله برحمته اهتدى المهتدون، وبعدله وحكمته ضل الضالون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء والظنون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد أغلب الموجودين ما تابعوا الحلقة الأولى اللي هي تحت عنوان سفر الخروج بين طيات الثلوج. هذه الحلقة إن شاء الله هتكون مكملة للحلقة يلي نحن عرضناها قبل هيك، موجودة على قناتي وموجودة على صفحتي على الفيسبوك. حنقرأ إن شاء الله من سفر الخروج الإصحاح 5 العدد 1. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. لازم علينا بكثير من المواضع أنه نرجع للنص الأصلي. أنتوا عم تشوفوا كلمة ليعيدوا لي في البرية، الكلمة غريبة. فتخيلوا معي أنتوا السيناريو: سيدنا هارون وسيدنا موسى عليهم السلام راحوا لفرعون وعم بيقولوا: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، أطلق شعبي ليعيد لي في البرية. أنت كإنسان تمام رايح على مخفر الشرطة تطلع صديقك، هتروح تقول للضابط: أرجوك طلع لي فلان عشان يطلع يعيد معي برا؟ ما إنه منطق. طيب خليني أطلع النص العبري. بسم الله. هذا النص اهو، هاي اكسيدوز اصحاح 5 العدد 1. نحن بدنا ناخذ كلمه بالنص العبري ونبدا نبحث عنها. الكلمه اللي حناخذها هي هاي، حنجزئها، حناخذ الجزء الاول وحناخذ الجزء الثاني. اول جزء منها اللي هي بحروف العبري فاف يود حيت جمل فاف، الجزء الثاني لمد يود. أنا عم بحكي عن كلمة ليعيدوا لي. أنا لغاية هلأ عم بحكي على كلمة ليعيدوا لي. طيب كيف بدنا نتأكد؟ بكل سهولة لازم نرجع لجذر الكلمة، لجذور الكلمات. في قاموس سترونج، في قاموس براون، في عدة قواميس. كل كلمة إلى رقم. الكلمة إحنا عم نحكي عنها اللي هي H2287. خلينا نشوف شو معنات هالكلمة. الجزء الأول شو معناته؟ حننزل ملاحظين الحج، عم نحكي عن الحج. ملاحظين شوف نحن رجعنا لجذور الكلمة لنفهم شو معناته. هون عم بيحكي عن primer root، الجذر الأساسي، الحج. والقاموس العبري شو عم بيقول؟ عم بيقول نفس الكلام. هذا أول دليل نحن حطينا إيدنا عليه. معناته النص كيف حيكون؟ هلأ حنشوف. طيب حيصير النص كالتالي بعد ما تأكدنا وجبنا كل الأدلة، حيكون كالتالي: وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، أطلق شعبي ليحجوا لي في البرية. طالما وصلنا على الجذر والمعنى الأساسي، وين هذا الحج حيصير؟ كل المصادر يلي أنا رح أذكرها 28 مصدر بإذن الله بهذه الحلقة، كل المصادر حتلاقوها بنفس الحلقة بصندوق الوصف مرتبة ترتيبا من أول ما أنا عم بقول أي مصدر من البداية إلى النهاية. تمام؟ خلينا نشوف موقع تاني، لربما أنا جايب موقع عنصري. هون عم جيب لك أهي هاي الكلمة أهو، عم يجيب أول معنى إلى تمام اللي هي الحج. حنشوف عم يجيب لك الكلمة نفسها وشو معناها بعدة لغات. ملاحظين بالعربي؟ هاي بالسرياني وهاي بالعربي حج. طب ليه نسخة الفاندايك ليه غيرتيها من حج ليعيدوا لي؟ لأنه يلا إذا حطوها ليحجوا لي، طب ما القارئ حيستغرب، حيحجوا لوين؟ كاتب لك بالبرية. طب وين بالبرية؟ الله وحده بيعرف. ناخد موقع ثالث. لاحظوا في شيء مهم قبل ما انتقل. هو مذكورة بالمزامير 42، هالكلمة الحج مذكورة بالمزمور 42 على 5. خلينا نطير عليها فورا ونشوف شو الكلمة هاي. اهو
هاي المزامير وهاي الفان دايك 42 العدد 5. ركزوا معي، عم بيقول النص: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ أرتجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهي. من يفهم اللي عم بيترجم هيدا؟ وين كان عقلاته؟ خلينا ناخذ مثلا المشتركة. طيب خلينا نشوف المشترك. هاي المزامير، وينك يا مزامير؟ هاي المزامير وهاي 42 وهاي العدد 5. أتذكر فتذوب نفسي بي، كيف كنت أعبر مع الجموع في موكب نحو بيت الله. وين كلمة بيت الله يا فندايك؟ ليش قلتيها؟ وشو الهدف منه؟ أقودهم بصوت الترنيم والحمد بالهتاف كأنهم في عيد. معناته واضح وضوح الشمس، النص عم بيحكي رايحين على الحج وهن رايحين عم بيرنموا وعم بيحمدوا الله وعم بيهتفوا. طب ليه يا فندايك غيرتيها؟ يا ريت من كل صديقنا مسيحي ياخذ هذا الكلام اللي انا عم بقوله ويعرضه لاي رتبه كنسيه. خليني قبل ما انتقل اعرض اخر شاهد بالموقع اللي انا كنت فيه. هاي عم جيب لك النص الكلمه العبريه وهون الجزر تبعها شو معناها. عم بقول اول تفسير له to go round in circle، معناتها عم بيلفوا بشكل دائري، عم بيمشوا بشكل دائري. الله، طب مين اللي بحج بشكل دائري؟ الله المستعان. حناخد موقع ثالث عشان ممكن الموقعين الأول والثاني يكونوا عنصريين. عم بيجيب هاي، هذه هي الكلمة وهذا القاموس العبري. هاي هي الكلمة الفيرب تبعها، شايفينه؟ الحج. أول تعريف إله عم يحكي عن الحج وعم بيقول بالتأكيد قاصد مين؟ الخروج 5:1، إصحاح 5:1، تمام؟ وعم يجيبها بالعربي إنك حتروح متجه على الأوبجكت، أوكي، على المكان المحدد لتحج. في وين؟ في مكة. حنقرأ من الخروج 12، هاي 12 العدد 14: ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم. عم يحكي عنهم وعن الأجيال القادمة. تعيدونه، شوف مرة تانية عم بعيد الكلمة، تعيدونه فريضة أبدية. واستبدل لي كلمة تعيدونه، تمام، بكلمة الحج. حناخد نص تاني من اللاويين. شوف نحن لسه ما طلعنا من أسفار موسى الخمسة، حنفوت من على اللاويين إصحاح 23 العدد 39: أما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدا للرب. ركز، عم بقول كمان تعيدون عيدا للرب. 7 أيام، في اليوم الأول عطلة وفي اليوم الثاني عطلة. كمان من اللاويين بعد بعددين: تعيدونه عيدا للرب 7 أيام في السنة، فريضة دهرية في أجيالكم في الشهر السابع تعيدونه. حنفوت على سفر العدد الإصحاح 29 العدد 12: وفي اليوم الخامس عشر من الشهر السابع يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، وتعيدون عيدا للرب 7 أيام. أو أنا مشيت فيها من البداية لتحت، من سفر التثنية الإصحاح 16 العدد 15، بيقول النص: 7 أيام تعيد للرب إلهك. لا إله إلا الله، والله فهمنا، والله فهمنا، طلع الشعر على لساننا ونحن عم نقول 7 أيام حتعيد للرب في المكان الذي يختاره الرب، لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك، فلا تكون إلا فرحا. طيب خلينا نفوت على نص تاني وركزوا لي فيه. حنفوت على المزامير الإصحاح 42 العدد 4: هذه اذكرها فاسكب نفسي علي. شوف ركز الترجمة كيف، شو يعني؟ انت هيك حاول خلي مخك النخاع الشوكي يستفهم هالكلمات اللي عم تنحكى. هذه اذكرها فاسكب نفسي علي، كيف تسكب نفسك عليك انا ما بعرف، لاني كنت امر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله.
ركز شوف شو الكلمات هاي، شو هالكلمات الخزعبلية هاي بصوت ترنم وحمد جمهور معيد كأنه هندي عم يحكي عربي، والله لسه الهندي بيفهم منه. طيب حناخد نفس النص هيدا اللي عم تشوفوه بالمزامير بس من اليسوعية. انتوا ركزتوا على الفيلم الهندي اللي قريته قبل شوي، هون خلينا نشوف اليسوعية. بيقول أذكر هذا فأفيض أو فأفيض نفسي علي، إني أعبر مع الجمهور وأقصد بهم بيت الله. أوبا، هون وضح الموضوع، هون وضح الموضوع. طب شو عم تعملوا أنتوا ورايحين على بيت الله بصوت تهليل وحمد المعيدين؟ ممكن تقولوا لي شو معنات التهليل؟ طب مين يلي بالحاج بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد؟ مين في غير المسلمين؟ معناته النص واضح وضوح الشمس إنه كلمة ليعيدوا عيدوا المعيدين استبدل فورا بدالة ليحجوا. طيب حنفوت الله يبارك لي بعمركم على التكوين، الإصحاح 16 والعدد 7. فوجدها ملاك الرب عند عين ماء في البرية، عين الماء التي في طريق شور. خلينا نركز بس على كمان العدد 14، بيقول لذلك سميت البئر بئر الحي الرائي وهي بين قادش وبارد. أيوة هيك حدد لي الله يبارك لي فيك عشان نكون على بينة. ركزوا، في عين ماء هي رقم واحد، وعنا في عنا البئر اللي هو بئر الحي الرائي أو الحي رائي أو لحي رائي. حنروح على التكوين 21 العدد 14، العدد 14. فبكر إبراهيم في الصباح وأخذ خبزا وقربة ماء فأعطاهما هاجر وجعل الولد على كتفها وصرفها فمضت وتاهت في برية بئر 7. هذا ثالث بئر. بنفس الإصحاح من العدد 32، وقطعا عهدا في بئر 7 وقام أبي مالك إلى آخر النص. نرجع للعدد 19، وفتح الله عينيها فرأت بئر ماء فمضت وملأت القربة ماء وسقط الصبي. تمام سيدنا إسماعيل. بسفر التثنية حنعرف هلأ وين هذا البئر، ثواني بس. سفر التثنية إصحاح 2 العدد 20، وهي أيضا تحسب أرض رفائيين، سكن الرفائيون فيها قبلا لكن العمونيين يدعونهم زمزميين. التثنية 33 من العدد 1 إلى 2، وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. 26 تكوين 26 من 32 إلى 33، بيقول النص وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروه عن البئر التي حفروا وقالوا له قد وجدنا ماء. فدعاها شبعة، هيك اسمها، فدعاها شبعة، لذلك اسم المدينة بئر 7 إلى هذا اليوم. طيب شو قصدك يا منير بكل هالهري اللي انت عم تحكيه؟ هلأ رح نعرف. أعظم حاخام يهودي، عالم يهودي عند اليهود اسمه بن عزرة، شو حيقول عن بئر لحي رأي وبئر 7 وكل هالمسميات اللي انتو شفتوها؟ هاي عم نحكي عن التكوين 16-13 16-14 16-15. تمام، هاي عم بيحكي عن البئر لحي رأي اللي هو هو بين قادش وبارد، وهاي التوراة. حننزل لتحت بالحاشي ونشوف. طيب عم بيجيب انه بالترجم موجود وعم بيقول اهو هاي بن عزرة، ابن عزرة. شو عم بيقول ابن عزرة؟ عم بيقول انه هي زمم، وبمقولة تانية عم بيقول or in other versions زمزم. عم يشرح ويكمل مكان العرب اللي بيحتفلوا فيه سنويا، this is زمزم. جاب لك اياها بصريح العبارة نير مكة، وهذا وفقا الحادثة اللي صارت مع هاجر بأراضي العرب. نصيحة يلي حابب يشوف زي هيك شغلات نبوءات
يشوف حلقة بشارات النبي محمد عليه الصلاة والسلام حيلاقي إن شاء الله بصندوق الوصف المصادر والمراجع في بروفيسور اسمه روفن فايرستون. هذا بروفيسور باليهودية والإسلام بالعصور الوسطى بالمعهد اليهودي للدين. حنشوف شو عم يحكي عن أشعياء الإصحاح 60. حنبدأ من أول. قوم استنيري فإن نورك قد وافى ومجد الرب قد أشرق عليك. ها إن الظلمة تغطي الأرض والغمام المظلم يشمل الشعوب، ولكن عليك أنت يا المكان هيدا المقصود يشرق الرب، وعليك يتراءى مجده، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك إلى ما حولك وانظري، كلهم اجتمعوا وأتوا إليك، بنوك من بعيد يأتون وبناتك يحملن على الورك. مش عارف شو دخل الورك، حدا بيحمل ابنه على وركه. حينئذ تنظرين وتتهللين، كمان تهليل، ويخفق قلبك وينشرح، فإليك تتحول ثروة البحر وإليك يأتي غنى الأمم. كثرة الإبل تغطي بكران مدين وعيفة، كلهم من شبأ يأتون حاملين ذهبا وبخورا يبشرون بتسبيح الرب، وكل غنم قدار. لو حتقروها من بدايتها لنهايتها، هذا وصف مكة المكرمة. من الآخر خلينا نجيب واحد عالم ويهودي هو اللي يشرح مش أنا. Arabs in the south grew that incense. عم يشرح هاي الجزيرة العربية، هون مكة وهون اليمن وهون طريق الشام وانت رايح الشام، عم يشرح. Ancient world there was a location right here halfway between the south and the north. We call it Mecca today. It was an ideal place. اهو عم يحكي عن نقل البخور، لاحظين لسه النص كان عم بيقول البخور اهو. Transporters and Arabs in the south grew that incense. Now in the ancient world there was a location right here halfway between the south and the north. We call it Mecca today. It was an ideal place for the Teamsters Union of the ancient Arabian world to have their headquarters because it was in a perfect location to transport material from the south up into the north. عم بيحكي باختصار شديد انه معقل التجارة ورأس التجارة والمكان الرئيسي المقر الرئيسي للتجارة بجزيرة العرب هي مكة، لانك انت عم تطلع اللي جايين من الشام عم يجي عليها واللي رايح من اليمن عم بيجي عليها، فهي كانت المعقل الاساسي لرجال الاعمال، وكل واحد من رجال الاعمال عنده قوافل بالالاف. And so in the ancient world already Mecca seems to have been a center for the camel caravan business. We have a reference to that business in the Bible. So if you look to page 2 here you'll see Isaiah 60. لاحظين عم بيستشهد بأشعياء الإصحاح 60، عم بيقول إنه هاي نبوءة. نكمل. This is a reference. This is a prophecy of what's going to happen in the future. Dust clouds of camels shall cover you, camels of Midian and Ephah. يلي حابب يعرف وين مديان، وين جبل موسى، وين الله كلم موسى عليه الصلاة والسلام، وين نزلت الألواح، وين نزلت الشريعة، وين اتعبد العجل، ارجع ل حلقتي يلي عملتها اسمها سفر الخروج بين طيات الثلوج، شغلات بتشيب أعين الأطفال. حتشوف العربات اللي استخدمها فرعون وجنوده وين غرقوا بالضبط وكيف شكلها، حتشوفوا معلومات أنا ما حابب أحرقها عليكم. نصيحة رجعوا وشوفوها باختصار شديد. هيدا العالم البروفيسور اسمه روفن فايرستون، بروفيسور ودكتور بالديانة اليهودية والإسلام بالعصور الوسطى بالمعهد اليهودي للدين، عم بيشرح للطلبة عن الجزيرة العربية، وعم يشرح كيف كانت التجارة تروح من اليمن وصولا لمكة ومن الشام وصولا لمكة. حناخد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بصحيح مسلم، حديث رقم 166. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطاً من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. رح أشرح بعد شوي. إلى الله بالتلبية، نحن عارفين شو معنات التلبية، لبيك اللهم لبيك. ثم أتى على ثنية هرشة، واللي مقيمين أو أولاد المملكة العربية السعودية هيعرفوا وين هرشة.
فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبيه. معنات الطريق هذا يؤدي إلى مكة. شرحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بوادي الأزرق وهو بالحجاز، والأزرق ماء في طريق حجاج الشام، والوادي هو الأرض السهلة بين الجبلين، يعني شفت جبلين في طريق، هيدا هو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي واد هذا؟ أي ما اسمه؟ فقال الصحابة رضي الله عنه هذا وادي الأزرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية، والثنية هي المنعطف الذي ينحني عنده الطريق، يعني تعرجات الطريق، وقيل هي الطريق التي تكون بين الجبلين، وله جؤار إلى الله بالتلبية، أي يرفع صوته بها وهو يمر بهذا الوادي. وفي رواية كأني أنظر إلى موسى واضعا إصبعيه في أذنيه، اللي بيقيموا الصلاة بيحطوا أيديهم أو أصابعهم بأذنيهم عشان ما يسمعوا الضوضاء اللي حواليهم. بيكمل له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ابن عباس ثم أتى على ثنية هرشة، وهرشة جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من الجحفة، وقيل إن اسمها اليوم رابغ، ورابغ قريب جدا كثير من مكة المكرمة، وبتبعد تقريبا عن جدة بحدود إذا ما خاب ظني ساعتين زمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي ثنية هذه؟ قال الصحابة رضي الله عنهم هرشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، أي يركب ناقة حمراء قوية مكتنزة باللحم أو مكتنزة اللحم، عليه جبة من صوف، والجبة نوع من الأكسية يلبس فوق الثياب، خطام ناقته خلبة أي حبل ناقته التي يشدها به مصنوع من ليف النخل وهو يلبي. انتهى. بسم الله. ونشوف سفر الخروج 33-6 حننزل على العدد 6. بيقول النص فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب. وين قلنا جبل حوريب؟ جبل حوريب اللي هو في المملكة العربية السعودية. بس خلينا نرجع نبحث عن كلمة زينتهم، هل فعلا هي زينتهم ولا شيء ثاني؟ نفتح المصدر اسمه بايبل هب، سفر الخروج الإصحاح 33 العدد 6 أهو. تمام، هاي جبل حوريب، وهون عم بيحكي بس ما قال زينتهم، عم بيقول so stripped themselves. فstripped معناها التجرد تماما من الثياب، مش التجرد تماما من الملابس والجواهر وكل أشكال الزينة، هي نفس الشيء اللي بيعمله المسلم أو المسلمين استعدادا للإحرام للحج والعمرة. حنقرأ من الكتاب المقدس طبعة سنة 1833 لآدم كلارك، الجزء الأول الصفحة 448. خلينا نشوف شو هيقول عن هالنص. آدم كلارك منه مسلم؟ خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا أعرض هاي صفحة الكتاب. And the children of Israel put off their ornaments and robes by the mount by Horeb. وهكذا تجرد بنو إسرائيل من ثيابهم وزينتهم في جبل حوريب. هنكمل المقطع الثاني فوق. الله يهديهم. أها. They must have supposed to that this practice might by be in use in those elder times. تمام، وصولا إنه عم يحكي عن المحمديين لما يحجوا لمكة. طيب شو معنى هذا الكلام؟ هذه العادة كانت معروفة في ماضي من الزمان ولا زالت تمارس اليوم في الشرق خلال مراسم حج المحمديين. والمحمديين معناته المسلمين. هذا الإسماعيلي، لما تقرأ بالكتاب هذا الإسماعيلي معناته أظن النبي محمد، بس ما بيحب يكتبوا اسمه. اليهود ما بيحب يكتبوا اسمه، بيكتبوا هذا الإسماعيلي.
حنفوت على كتاب اسمه اليوبيلات أو التكوين الصغير للخوري بولس فغالي مسيحي، صفحة 22. عم بيقول بالرقم 22: كل عباد الأوثان لا يكون لهم رجاء على أرض الأحياء. للمعلومية هيدا الكتاب اليوبيلات أو التكوين الصغير هيدا مرفوض عند الكنائس. أي شيء فيه نبوءات وبيثبت الحقيقة بينحلوه فورا، بيقول لك هذا منحول. إنجيل الطفولة بيقوله بصريح العبارة عن لسان المسيح إنه كان طفل وتكلم بالمهد وبرأ أمه نحلوه. فاليوبيلات هذا الكتاب اللي أنا عم بستشهد منه هيدا منحول. بس ليه عم استشهد منه؟ عشان نشوف الحقيقة. كل عباد الأوثان لا يكون لهم رجاء على الأرض الأحياء، على أرض الأحياء. يصيرون في الشيول ويمضي إلى موضع الدينونة ولا يتركون على الأرض ذكرا. وكذلك انتزع أبناء سدوم من الأرض كما سينتزع كل عباد الأوثان. فلا تخف يا ابن يعقوب ولا ترتعب يا ابن إبراهيم، ليحرسك الله العلي من الدمار وليحفظك من كل طرق الضلال. أسست هذا البيت لك كي أضع فيه اسمي على الأرض، ولك أعطي هذا البيت كما لنسلك إلى الأبد، يسمى بيت إبراهيم. لك أعطي كما لنسلك إلى الأبد، لأنك أنت من يبني بيتي ويقيم اسمي أمام الله إلى الأبد، ويثبت نسلك واسمك في كل أجيال الأرض. رقم 25: ولما انتهى من إعطائه تعاليمه باركه. كلا الاثنين راقدين معا على سرير واحد، فنام يعقوب على صدر إبراهيم أبيه اللي هو جده. قبله إبراهيم 7 مرات، وكان حبه وقلبه سعيدين به. ركزوا لي، ليه 7 مرات؟ ليه 7 قبلات؟ طب ليه ما كانوا 8؟ ليه ما كانوا 5؟ بيت أسسوا إبراهيم وحيبنيه يعقوب، الله، ويروحوا كل عباد الأوثان، وسبع قبلات، لا إله إلا الله. بنكمل يا عمي. باركه من كل قلبه وقال: الله العلي إله كل شيء وخالق كل شيء، هو الذي أخرجني من أور الكلدائنيين ليعطيني هذه الأرض لتكون لي ميراثا أبديا، وأقيم سلالة مقدسة، وهكذا يكون العلي مباركا إلى الأبد. حناخد نفصفص نص نص. كل عباد الأوثان لا يكون لهم رجاء على أرض الأحياء. وبنقرأ بسورة إبراهيم الآية 35 بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. النص الثاني اللي موجود: ينزع عباد الأوثان من الأرض كما نزعت سدوم. حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بصحيح مسلم، حديث صحيح، رقم الحديث أعرابي إجا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله، الله لا يشرك به شيئا. عندك النص اللي عم بيقول فيه بالكتاب: أسس الله هذا البيت كي يضع اسمه على الأرض، ولك يا إبراهيم أعطي هذا البيت ولنسلك إلى الأبد، يسمى هذا البيت على اسمك بيت إبراهيم، لأنك أنت من بنيت هذا البيت وأنت من يقيم اسمي أمام الله. نقرأ من سورة البقرة الآية 127 بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بالنص اللي بعده: ويثبت نسلك واسمك أمام الله. نقرأ بسورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. سبحان الله، يعني المذكور بالقرآن بالحرف. طيب، وعند الانتهاء منه باركه. ونحن عنا بالتشهد بنقول: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وقبل كما صليت على إبراهيم، صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. رب العالمين صلي على محمد
عليه الصلاة والسلام وصلى على سيدنا إبراهيم. بالنسبة للتشهد موجود بصحيح البخاري، عفوا الحديث 4798 وحديث صحيح. الله أكبر الله.